سبع القرينة سبع سريع إلى الحل. ثبت عليا ثبت هنا. أبي اغفر لهم إنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لقد خلص آخرين، فليخلص نفسه إن كان هو مسيح الله ومختاره الوحيد. أيتها المرأة، أبا ابنك أبي أمك، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد اكتمل فقال: كان عطشان وكان هناك وعاء مليء بالخل، فغمسوا في الخل إسفنجة ورفعوها إلى فمه. إن كنت ملك اليهود خلص نفسك. ألست أنت المسيح؟ إذن خلص نفسك وإيانا. ألا تخاف الله وأنت تعاني من العقوبة نفسها؟ نحن عقوبتنا عادلة، لأننا ننال الجزاء الذي نستحقه على أفعالنا. ما هذا الإنسان فلم يعمل سوءا؟ اذكرني يا يسوع، اذكرني متى جئت في ملكوتك. الحق أقول لك، اليوم ستكون معي في الفردوس. فصرخ يسوع بصوت عظيم
وأسلم الروح. فأظلمت الشمس وتزلزلت الأرض وانشق حجاب الهيكل إلى شقين، من أعلى إلى أسفل. يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. قد أكمل. كي لا تبقى الجثث معلقة على الصليب يوم السبت، طعنه أحد الجنود بحربة في جنبه